Good morning. مع عم تيجي شارع شمال ليش بعد في مع ما 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 راح المع لكنه مع هلا بدنا نقعد معلم شمال عم تيجي شارع على راسي يا بي على راسي يا بي حبيبي بعد في مع في كله مع كله مع هذا مع هذا مع هذا مع هذا مع هذا مع انا بسوق انا بس انا بسوق انا انت بشخ تحتك مش مسترجع قرب احلى ما يمشي منه بيعمل لي ورطه حبيبي خلص ما بدنا نحكي كثير الله يخليك حبيبي مش بايع يعني انا مدوخ حكومات مدوخ ومدوخ اوروبا كله معك كمان ما تعبي كثير هيدا مثل ما ينكف مع مثل تبعي لك طبعك بس عم فلمك My lady top auntie and you busy alright My lady tomorrow Trim trim يعني بفي صبح بشرب ماي نانا كمون رم مش من هون من هونيك من هونيك شو حدا كلمة حلو لو من هونيك يسلموا ثانك يو ويلكم باي باي ما بقوس حيوان بقوس انسان ما بقوس حيوان اوه اليوم شعب كثير بدر جاي كمان بكير انت اذا بدك بعد ساعة فيك تيجي ساعة لا بدي اطلع زحلة يعني يلا الله ما يلا أنا من زحلة انت ايه. انا من قبل ليش طلعنا يا عذرة حبيب قلبي من قبل ليش خلقان هونيك يعني لك حبيب قلبي هلا في انا قطع من هون دخلك لا بدك ترجع مطرح ما جيت اوكي معلم حبيبي بس بدر وعندي نص كمان تبع عجري لجين علم بدك كلمة؟ يلا عمي هاي شارع طبعا هذا عنده زوجة كمان عن سمير ماش لا طالع بغوص يلا حبيبي دوروا لبغوص شوف يا زلمة غدنا كيلو 30,000 غدنا كيلو 30,000 30,000 غدنا كيلو 40,000 اخذت واحد بكره بعطيك اليوم ذبحونا ذبح بالسعر يعني ايه بس عن جد كثير غالي كان اليوم هلا نشوف كيف بدنا نبيع ما في سمك بانيش
Ne kam sul se. Ke Sardini, Sardini, Marmur, Sargus, Sarsur, Sarsur, Sarsur. Hai de Sardini. Yom, Gekmu, Samak. Akçak, Samak. Azman, Samak. Ampini, Yela. Hai. Bili, Akul, Akul. Şu hala Ambi, Akul. هذيك عم ياخذ عم يرد زمان اسمه مسطول هذيك لا ما تقتلو کسان نظر نوست کراستو نظری که نت سوگه سالگو سه کراستو نین کازار یه بکی نوست اول الله اول الله اون شعبو جلما یالا یالا جیت مساری لانش رب ویسکی رحتی بلوش تلویزیونیت من بطلم این تلویزیونیت شو شیش دیدی های دایانی ها شبنی هم بودم هم بودم هم خلاص الشغل اليوم سي فيني لو ترافاي لو ترافاي امي بونجور لو ترافاي سي تري دور اي بولي سي با بون هلو تابي شوكي تاجي تانو شيغي مازر اي مازر سيرغاني ها ايتا مي شيغي ها Asika, kde je Šinče? You know what is this? Scored fish. This one. When he come big, then you can catch it. You can fish it. But in Lebanon, you are free, like a bird, always. What you want, you can do it. Let's go to drink something there. واحد صغير واحد صغير هلا شو هو واحد صغير واحد صغير شو بيعمل انا بحط ماء كتير ووتر يعني كأنه ويسكي داو لو كان يا مكان
بأول إنسانية. لما كنا كمشنا الأسد والنمر كنا أكلنا نحنا، بس أيامه كان هو اللي يأكلنا بيهجم علينا. هذا خروف ما كان بيعرف بركض كويس، كما شو خروف أول شي يلا دبح أكلوا خروف بار كذا مع زي وكذا كيف بار. هذا هو لو قدرنا نكمش هذا الأسد بعد لما طلع هذا شو بيقولوا؟ ميزاجي نيشكو سينيا بو أنكلينوز ها بو بيش ها أو بلشوا بهذا بالسنجي الخشب ليديز بيبي يا الله هذا فيلم بلا فيلم شاشي بلا ماشي سينما بلا كراسي بطل ما بيموت ما بيخلص رصاصه بيفوت على المي بيطلع ناشف هذا البطل بالدنيا اجمل شيء بتير بتير بس مش جسديا بس اوقات بالروحيا منتير اوقات بالعقليا منتير كمان هدول الثلاثة حلوين كتير بيعجبوني بالحياة أجمل شيء يعني هلا هيدا شوي عقليا بتصيرني سكوتش يعني ببلش فكر زيادة وبياخذني على الغميق هذيك شهر طرت على قبرص رحت وجيت انبسطت شوي غيرت الجو تبع برج حمود وكان هونيك ناس نطروني كلهم كانوا عم ينتروني شافوني اني شايفيني بالانترنت بس يوتيوب وفيسبوك شافوا شخصيا عم بنبسطوا عم بيقولوا بغوص عم نشوفه بأم عيننا لبغوص لالي عم بيشوفوا شيء كبير لالهم مشان مني لانه صاير عالميه انا وما ما بحب شوف حالي عادي عادي انا انسان انتم انسان كلنا انسانات يعني لشو واحد بده يشوف حاله يعمل انطر منطر شو ما شو في لزوم بكره انا هيك شغلت واحد ما بيلبق له شو بيلبس هيك؟ عم بجري هيك شوي كويس كذا ايه نص مسيبي ايه نسبان بينحبوا حبيبتي بينحبوا ومحبين من الله ما خص يعني ايه مش بايدي بحبوا ايه انا ببيع سمك بس ماني مش رايح على المدرسه انا زعبوني من المدرسه يومي 100 عصايه اكل قتلي يومي كل ما بعد الصلاه بيعطوا اسمي بطلع من الصلاه بدي اكل 100 عصايه شاخ وشيخ شاخ وشيخ مره كمان جنيت اخذت العصايه انا بلشت اجربه اجاني كريزه اجروا راسه كله ضربته وزعبوني من المدرسه يعني بطلوا ياكلوا كان عمري 14 خلص المدرسه راحت على الشغل على الحمراء في وحده اختصبني ما كنت بعرف شي انا بس رجال بيختصبوا بس بين ما بيختصبوا كنت فكري اخذوني هيدا طبعا اخذوا جويس التونس اخذوا كيف بكون عذراء بنت مصر انا كنت بعتني عذراء ما هذا مش شايف شي يعني اكلني بيحكوا لانه ما معهم شي يعملوا ما بيملوا وقتهم باشياء مثلا مثل ما بملي انا ما عندهم شيء ليك بغص يا عمي عم بشرب له شو خصك بغص استغفر الله العظيم بلا ما نشتر يا جماعه عم بيخلوني بالزور صب ما بحب صب بس عم بصب وقت له زم ما شبي حلو يلا خلينا نروح خمسة وخمسين هاي خمسين لألك هاي عشرة لغني يعني 40,000 ربحنا اليوم كتر خير الله 40,000 حق الويسكي ما بيجي يعني صحيح
هلا بدو اي بطاطا انتو عدم مكسور كله ليه؟ ما متمسكر 8 هجموا علي كسروني اخذوا مفتاحين من ايدي ربما وعدنا بدي ينتبه لجينوسايد ارمينيا مجزرة الارمن اخو الشرموطه لما طلع رئيس جمهوري اعطيناه انتخاب لقلبه بطل نسينا هوني كان اخوته بلشت اعطيته في جوا مستر اوباما the central demand motherfucker of his people the black people they are very kind but you are very bad you promised to us about genocide Armenia and you don't do it injustice of apartheid well again just like to the gentleman before I can't really improve what you said it's perfect and when I talked about Arab leaders Of course, I was being diplomatic. I don't want to put Al-Mahdin in trouble. I'm not talking about Arab leaders who are not worth talking about, who are not leaders at all, who have no legitimacy in their leadership, whom nobody supports, nobody chose, nobody can remove. This is not the kind of leaders I'm talking about. I'm talking about Arab leaders of Arab national movements, of revolutionary movements. I refer to Syed Hassan Nasrallah. Nasrallah is the only Arab leader that I can see today that can be compared. Allahu Akbar. Clear. Mr. Mandela. Principle. And ready. Allahu Akbar. Shah Zalani, ya Sheikh. Intelligent. I love you, huh? أنا ما بحبني مكان أنا بحبك عملنا وإنسان براو. I know, because I'm not stupid. Of course you are not stupid, you are intelligent. I said it now before you say it. In the Arab world, it's not possible for Nasrallah to emerge as the leader of all the Arabs. But if we had some other Nasrallah in other places, it'd be in a much better situation. اسمع الأخبار. وبنام بريح الحيوان شوي تعب لانه اليوم شو بك صار عمري 62 62 years old but interior 24 23 ما بك برك مش هيك انت من جوا بضل نفس الشيء بس بياخذ حيطه والحجر انه انا 62 يعني تأس شوف بدي اسأل تأس تبع لبنان ثلاثة أربعة خمس هلا برجع شتي امبارح ما كان عم بفرج شتي ما حدا بيعرف شو بدي يصير كسخت بفرجونا على تأس شو أما ناوين كله تفنيس بدي بتغير الكون كله شو هدول عاملين حالهم الله عم يتدخلوا بشغل الله ما كان في شتي على اساس اليوم شتى وكاميرا صار ماي نظفتي ما نظفتي ماي ما ماي ما كان في شتي على اساس شتى عم بيكذبوا يعني ما عم بيعرفوا رشيد الجوي مطر ما حدا بيعرف شيء كلهم تفنيس بعد مره بصير زنزانه من وين بصير طوافين بحر بده يجن البحر عنا كمان مش بس ماليزيا وما بعرف وين عم بصير في طوافينات تسونامي هون كمان بدي يصير بكرة أنا بدي أعمل بالونات هلا بدي بيع بالون بطلع جوا بطلع بتضل فوق المي ما بيغرق هلا فكرة حلوة هيدا واحد خلي يسمع هيدا ببلش يعمل بالونات ببيع بنبيع كتير بس اللي بدي يعمل بدي يعطيني كوميسيون تبعي إيه أنا أعطيت الفكرة يعني بيعطوا فكرة بياخذوا مصاري برا
أنا بلاش عم بيعطيها من أول. إيه خلي يروحوا ياخذوا هني مصاري. مجموعة بمحاولة التسلل عبر هذه الأراضي. من كل شيء عبر ما هرب من الحرب. مدياتي صار من السرطان زيادة. لا. مشان يزرعوا. أعطيت واحد لمرتي كمان أمالك بدي نبت بعدين برجع بطولهم بس حلبه يعطيه سنتي يعطيه شغل لا بدي يصير زرع هذا أصيل ما بيزرعه بدي يكون طويل مثل شعري هلا من هون قصه وعنده صورة كيف بدي قصه كله أنا ركزت حبيبي I love you man بس هيدا في ثلاث ألوان خلي بيدهن خلي بيدهن Thank you سلام كمان دورا جميلتش Thank you Ahora fija. Ah, no problem. Ana nqta men ghayr. Eh, ma bdi dar shara, ratou ana tkit. Eh, ma fouchi shar men wara bi am bi hak ba'den. Mit nakra ana. La wayb. Habibi, habibi. هلا زبط ما بيشتغل ما بيس ما بيحلق دينته ما بيصير دينه شو بيقولوا ها شو بيقولوا ما بيحلق دقنه هلا ما كمان أحمر خطر ما تمشي يلا جي والله مرحبا كيف معك دوريت كوا أمن بس ممنوع التصوير إذا ليش يعني ممنوع ما أعتمد شو عم نسوي روحوا شوفوا الإرهابيين بمشوا لقدام بتصيب سمك هونيك بعد روشي على جوا شو في اراضي هون شو في اراضي سمك الله في هاي يا منرس عم بتصل بشي يا قلبي تاني عملية كمان سرتكم اول عملية جلعين تاني عملية انا كفرين ولا سنكين ولا سي اي A N Sibergion Adres Barrage
مراش جنب كابيغارو نير كابيغارو بنيت بدر خليل دبيب هلا ما بدي الصباح بدي يطول عادي ما نفوت على الثاني بخش على بخش الكبير طلعنا من الصغير بدنا نفوت على كبير بخش هو اثنين بخش بالدنيا ميرسي بوكو ميرسي ناريما سيجيت بريجانتي ميرسي حبيبتي شوفي كلاشينكوف بوروس تفضل شوفي شعرك شوفي كلاشينكوف عادم بوروس عرفتي ماشين جان كلاشينكوف حطي وتفرجي افلام رواياتي 11 مليون شخص عم يتفرجوا علي انا بصير 11 مليون و50 باي حبيبي حبيبي مدوح حكومات اوروبا كله انا بس انا بعد ما جوزت صرت عاقل عم بيعمل مخالف هيدا شيء جميل شيء اجمل من الجميل شيء جولي شيء نايس something good شو حاسس؟ لا حسيت هوكي جانكو ناغوتيون روحي ارتاح شوي هوكي جانكو ناغوتيون بسط عطيته لروحي بسط شوي هلا بفوت بشوف شغيل ببعث لك اياهم بيعمرك خيي باي عم سلتين طلع له شو ما سلم؟ هيا مو سلم أحسن إيش بس قشايس؟ يعني أحسن بهاي روشتي بأي دو اسم خمس نمر خمس تلات ثلاث نمر خمس تلات شو بنفتح شو بيطلع النمرة بصير له السلة مثل السلة مثل ما هو السلة هذا كله حفي مثل ما هو من تحته كمان وقع بوش الله بعثني لهم لانه انا قديس الله بيحبني بولوس بطرس قديسين يعني اراك يالن بوش بالصليب رك يا عم النور اخي ربك اني انا جيت لهون اجري لحاله مش اجى لهون هونيك في سمكيت سمكيت واقفين هيك ما صاروا بس انا واقف على الزيب هذا السمك كان كله على راسي اللي بياكل هذا حجر بيموت دغري يلا على المقبرة الله طلع وجهي هني شايف؟ أنا قلبي نضيف أنا إيه داري لين أنا شي غاشي لسه ميكا دي غاشي لسه Thank you عم بنجبر احكي سياسي لانه اوقات عم بتفرج اخبار ما اخبار عم باخذ شو عم تحكوا شو عم تعملوا بعدين بيعتذر واحد بيقول بيحكي واحد حكيت كان قصدي هيك من اول شو قصدك كان شو بعد ما يصير الفيلم كان قصدك هيك مرحبا قصدك معناتها بلا قصد انت ما بدك ترجع كلامك تبلعه شو يوم بدك تبلع لسانك ما عندك خبر شو يعملوا الله يساعدكم بس الله يساعدكم عن جد تسمع كلمة شمال ويمين عرب وأمريكان وإسرائيل وكذا وكوز كازوز كلهم فاضي هذا شوف وطنك انت قالوا شو بتحب وطنك حب صناعته حب وطنك حب صناعتك هيدا بيعطينا سلاح هديك بيعطينا سلاح لك عطونا سلاح لانيك اخت الاسرائيل مش تعطونا سلاح دبابي خشب دبابي ما بيوصل لهونيك بس في ناس بيوصل لهم في ناس بيوصل لهم يا حرام عبو ان شاء الله ما يصير يعني اذا بصير يا حرام اسرائيل اسمه اسرائيل ونتنياهو اخو الشرموتك اختك اخت مطرح ما خلقت انت نايك اخته انا يعني عم نوش عن لبنان ما هو لبنان بلد النور مرجان لبنان صار شو بلد السوق
حرامية ومجرمين. كان بلد اللولو والمرجان لبنان الأخضر كان صار لبنان أسود. بكفي بقى بس ما عم تستحوا. أنا لشرموطة إذا تعملوا بي بيقول لك عم بيشتي صاير نفس الشاشي والأباشي. شو بعدين أخرته؟ بدك تروح على المقبرة يا ترى من؟ بدك موتى مناوي؟ بدك تعطي حساب إذا في إذا في إذا ما في وأكلتها هيك وهيك من ملتين أكلها أنت شرفك عائلتك اسمك كله منزوع بلبنان كله معروفين مين عم بيسرق كلهم عم بيلوحوا على ريال. هذا كمان سبيد راح الكهرباء مثلا لك السرطة بأفريقيا ما عم بيروح كهرباء الجنجل ما عم بيروح كهرباء كالسرطة بلبنان عم بيروح كهرباء هني عم بيبيعوا الكهرباء عم بيبيعوا لسوريا عم بيبيعوا لإسرائيل عم بيسرقلنا كلهم حرامية قرطة حرامية نحن عم نعيش بيناتهم كفي بقى استحوا شوي فيقوا يا نايمين خافوا من الله